besser sind als wir. Okay? Spielt sie ruhig aus. Spielt ein, zwei Kontakte, Dribbling. يتمتع بشخصية قوية وبمؤهلات فنية وبدنية عالية وبأداء مميز على المستطيل الأخضر. لاعب الوسط محمد الجراري لاعب نادي دورتموند الألماني والمنتخب المغربي انطلق في رحلة كروية صعبة فيها من التحدي الشيء الكثير، لأن النجاح بناد أوروبية ليس بالأمر السهل. أنا بديت من صغري في هيرينغن في واحد صغيرة ماشي بزاف الكلوب ماشي بزاف مزيان، بديت تما بابا شجعني بزاف وفي 2012 عيطت لي بوروسيا دورتموند قال لي اجي مع نلعب معنا، درت تريننغ تما عجبولي وانا قلت لهم بغيت نلعب معاكم وكل شيء هكاك. هو لاعب جيد ومستواه تطور كثيرا معنا بدورتموند واصبح من اساسي الفريق ونعول عليه كثيرا. هذا اللاعب مثابر على التمارين اليومية، وعندما ترى المستوى الرائع الذي يقدمه تتأكد أن الكثير من العمل وراء هذا المستوى. الجراري لاعب مهاري يجيد العمل الدفاعي وسط الميدان، ويتوقع له كثيرون مسيرة كروية ناجحة. بغيت نلعب مع الكبار تاع دورتموند، بغيت نولي مزيان بروفيسيونيل، بغيت نلعب معهم. اوكي مزيان هذا، صعيب بزاف تلعب هكا بروفيسيونيل، ولكن خص تخدم بزاف تولي بروفيسيونيل ان شاء الله واحد النهار. كثيرون هم اللاعبون العرب الذين نجحوا وما زالوا يتألقون في ابرز الدوريات الأوروبية، ومحمد الجراري هو واحد من اللاعبين الواعدين بأوروبا، من المنتظر ان يتألق في السنوات القليلة القادمة على الملاعب العالمية. يتمتع بإمكانيات فنية وبدنية عالية، اللاعب المغربي الشاب لنادي دورتموند الألماني محمد الجراري هو من أبرز اللاعبين الأساسيين بفريق الشبان، ومن المنتظر أن يصبح في السنوات القادمة من نجوم الفريق الأول للنادي. نبيل المعلاوي لليوم على الحرة، دبي.